فيديو النهارده يا شباب هنلعب تحدي تخمين المصارعين، لكن مع واحد من اساطير اليوتيوب. شداد منور يا برو. ويا نبيل اخويا المنور، اول مره يظهر معايا في القناه. حبيبي يا اسطى، والله منور واتشرفت بيك جدا حبيبي. ده نورك والله. طبعا يا شباب النهارده هنعمل عظمه النهارده بقى. انا بص يعني انا ما بتغلبش في التحدي ده المفروض، يعني بجد هنشوف هو من كم جوله يعني هيبقى من 5 جولات، اللي هيفرق 2 هيكسب. فان شاء الله والله ما تخلصش الفيديو بسرعه. ماشي. طب حلو ده. طبعا يا شباب قناه شداد تحت، فلازم تنزل تشترك فيها وتتفرج، بيقدم محتوى جامد جدا على مصارعه، قصص بقى وحاجات كده اكشن، يعني روحوا اتفرجوا عليها بجد جامده جدا هتعجب. ويعني ممكن نعمل موف اون للحبايه دي عشان الهيد شوت اللي انا واخده. عايز نوصل الفيديو ده كام لايك يا اسطى؟ 1000 لايك. 1000 لايك عشان خاطرك يا جدعان. يلا يعني الراجل لسه اول مره وضيف لينا، ف 1000 لايك بالظبط عشان نخليه بعد كده بقى يلعب معانا مصارعه بقى. ان شاء الله يوصلوها، لان هم جدعان، هم جدعان. نبيل بيتعب يا جدعان على المحتوى قوي. اخويا يا اسطى، اخويا والله. فاتمنى ان انتوا تنزلوا تحت وتعملوا لايك حالا. تعملوا لايك حالا. يلا 1000 لايك زي ما هو قال، وبرده روح اشتركوا عنده في القناه، يعني خلينا نوصل الراجل 40000 بسرعه. يلا لا بص، المحبه دي والدور الجو الايه، المحبه ده مش هياكل معايا، فاحنا عايزين نجلد بعض. احنا هيل دلوقتي بالظبط. احنا هيل بالظبط، احنا اعداء. يلا يا باشا اختار لك مصارع وانا هختار لي مصارع ونبدا. بسم الله. انا اخترت. ايه السرعه دي؟ في ايه؟ انت سريع ليه كده؟ انا اخترت على طول. خش في الموضوع على طول. ماشي، وانا اخترت برضه. تبدا انت الاول. عم اخمن انا؟ اسالني الاول. المصارع ده ماسك لقب؟ ايه البدايه دي؟ ماشي. انت مش حاطط غيرهم اصلا. ماشي يا اسطى، ما هو 10 و10. ماسك لقب. ماسك ماسك لقب. ماشي ماشي. اسال انا. حلو قوي. المصارع ده الباك جراوند بتاعته صفرة؟ إيه لا. ماشي. طيب المصارع بتاعك الباك جراوند صفرة؟ باك جراوند صفرة. هو عادي في ريبيتيشن للأسئلة صح؟ اللي ما اللي السؤال اللي بيتسأل ما ينفعش لا ما ينفعش تجاوبه. يعني السؤال بتاعي، لا أنا المصارع بتاعي كان مش صفرة. ماشي. طب انا سألت سؤال كان ايه؟ انت المصارع بتاعك بقى صفرة؟ انا اصفر، المصارع بتاعي اصفر. كده انت اللي عليك تسأل. ماشي. هل المصارع بتاعك معتزل؟ لا. المصارع بتاعك هيفي ويت؟ لا. قلت لي المصارع بتاعك الباك جراوند بتاعته برتقاني وما سالتش انا على اللقب، مش هينفع اساله تاني. المصارع بتاعك راسم تاتو؟ لا. انا ليه حاسس ان انا تايه؟ بس لا يعني لا 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 مش تايه، مش تايه، لا مش تايه خالص. ماشي اوكي. المصارع بتاعك مقنع؟ لا لا مش مقنع. لا هو في اتنين. هو في اتنين. المصارع بتاعك تلاتة؟ لا في اتنين. لا تلاتة. تلاتة. في شيمس، في سيس رولينز، وفي جون سينا. طب هل المصارع بتاعك مش عاملين تاتو؟ ماشي. شعره طويل؟ بتخش لي انت باستراتيجيات؟ ايوه يعني بحاول ابقى محنك. شعره طويل يا اسطى؟ معلش مين اللي عليه يسأل؟ انا اللي سالتك دلوقتي. شعره طويل؟ انا المفروض عليا الدور. انا طويل. ماشي طويل. ماشي يلا بقى، يعني يا تدي تخمين يا اما تسال عشان عرفته. ايوه ايوه عرفته خلاص. ما هم ثلاثه اللي مش عاملين تاتو بالظبط. لا بس دين امبروز مش عامل تاتو يعني، بس ماشي يلا. دين امبروز؟ دين امبروز مش عامل تاتو. انا يعني اتوقع وخلاص بقى، مش اخمن. ايوه انت كده كده عرفته. انت قلت ماسك لقب صح؟ ماسك لقب وخلفيته صفرة، بساعدك اهو. ومش هيفي ويت. مش فاكر سالتني ايه تاني. قلت لك مش مقنع. مش مقنع. قلت لك لا احتمال يكون جونتر. جونتر جونتر. لا. الحمد لله الحمد لله. لا الحمد لله. المصارع بتاعك سيس رولينز صح؟ ايه سيس رولينز دلوقتي؟ ايه مش سامع. السؤال الثاني صح صح. انت قلت دين امبروز. انت بعت ليه على فكره؟ انا مختار دين امبروز. لقيتك بتستبعده بجد. والله لقيتك. انت دخلتني في استراتيجيات جامده. لقيتك بتستبعده وقلت ازاي؟ طيب ما هو دين امبروز. هو انا حسيتك برضك لكليت. ايوه انا عمال اعيد لك دين امبروز دين امبروز. ازاي جبته اصلا؟ بس الحمد لله الحمد لله. مش 1-0 ليه؟ مش 1-0. مش كده 1-0. 1-0. طب بقى ايه، تركز بقى في المصارع الجاي. والله انا حاسس ان هطلع 0. لا 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 تقلقش هتكسب اكيد. هخسر يعني اكيد. انا اخترت. وانا اخترت. تبدا ولا ابدا؟ ابدا انت. ماشي خلاص. هل المصارع بتاعك لابس لبس من فوق؟ لا. يعني لابس اللي هي البلوزه دي ولا العمالات دي؟ لا مش لابس من فوق خالص. ماشي اوكي. طب المصارع بتاعك باك جراوند صفرا؟ صفرا. المصارع بتاعك شايل لقب؟ اوكي. المصارع بتاعك وزن خفيف؟ وزن خفيف. المصارع بتاعك اخترت تاني والله. لا لا او ما اعرفش يعني ما اعرفش، ممكن اكون اخترت ثاني الله اعلم يعني ما اعرف. هل المصارع بتاعك الحزام بتاعه حزام رئيسي يعني WWE او World Heavyweight Champion حزام رئيسي؟ لا.
ميت كارب. ايوه هو ده المطلوب. ايوه ماشي بس انا ما اعرفش وخلفيته ايه. ماشي اوكي قلت وزن خفيف. ماسك لقب في الصوره. ماسك لقب اه. سكودي رودز ده انا شاكك فيه قوي. شاكك فيه قوي. المصارع بتاعك ايده يعني معموله ورا ظهره كده؟ لا مش باينه. مش باينه. مش باينه ماشي. مش باينه كامله. مش باينه كامله يعني. ايوه مش باينه اي حاجه فيه. الكف في ايده مثلا او صوابعه او اي حاجه. لا لا مش باين. الكف بالكامل مش باين خالص. اوكي المصارع بتاعك اللقب بتاعه رئيسي برضه؟ لا مش رئيسي. حلو كده انا عرفت كده في اتنين قدامي. طب انا ممكن اهبط بقى يعني. المصارع بتاعك كودي رودز؟ لا لا انا قلت يمكن قلت بس ايه يعني قلت لك امسك ميت كارد. صح ايه غباوه دي. انا الغبي ماشي بقى. كمل يا بس كده انا ممكن بقى اهبط بقى خلاص. انت شكلك عرفت اصلا وههبط انا كمان. طيب المصارع ده الاي نايت ايه جونتر؟ صح 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 عاش. انت كاليستو؟ والله كنت اقوله. والله كنت اقوله بس ما جاش في بالي الميد كارد دي خالص اللي انا سالت عن اللقب. يا الله نسيت. ماشي كده واحد واحد. ماشي قلت لك انا قلت لك انا اخسر يعني كده كده معروفه. انا كده كده هخسر جوله معروفه. الجايه دي مش هخسرها باذن الله. يلا باش اختار براحتك. طب وانا برضو اخترت. يلا بينا ابدا انت الاول يا باشا. المصارع ده ماسك لقب؟ ماشي الاسئله المعتاده. ماشي لا ماسك لقب. المصارع بتاعك خلفيته برتقاني؟ لا. طيب المصارع ده شعره طويل؟ شعره طويل. ادج؟ ادج لا. انت ما هو هو هتقول حاجه واحده بس يا تسال يا تخمن. ماشي انت سالت دلوقتي يا خم. ماشي سؤالي انا بقى دلوقتي. حلوه دي. سؤالي انا دلوقتي بقى هل المصارع بتاعك ايده ظاهره في الصوره برضو؟ مش كامله يعني مش الكف كامل. هو الكف باين بس مش كامل فاهم. اوكي عايز تسال بقى. ماشي عايز تخمن. ماشي ايدج بس اسال. انا بسال اهو. ايدج؟ لا مش ايدج. الحمد لله. ممكن طالما سالتني عن ايدج يبقى انت ممكن تبقى مختار ايدج. ممكن تبقى نختار نفس الحاجة. ممكن تحصل زي ما حصلت مع سألتني الخلفية بتاعته صفرة. ايدج خلفيته برتقاني. لا انت سألتني برتقاني. برتقاني صح. قلت لي خلفية برتقاني. اوكي ماشي. قلت لك صفرة. ماشي. طب اندرتيكر؟ ايه؟ اندرتيكر؟ صوت بيقطع. هي صح. والله انا هابد. والله انا هابدها. والله انا هابدها فعلا حقيقي. انا قلت يلا زي بعضه. يا نهار ابيض. اندرتيكر. يس والله يا هابد. انا هابد الحمد لله. الحمد لله. 2-1. الحمد لله. انا كنت اختار درو ماكنتاير. يا نهار ابيض. شفت؟ درو ماكنتاير؟ ما جاش في بالك. يا نهار ابيض. ما جاش في بالك. انا اصلا كنت هختار كين يعني. ما انا قلت انت يمكن مختار كين كده افتكرت خلفيه برضه. الحمد لله الحمد لله ربنا وفقني. اخترت. ايه السرعه دي؟ وانا كمان برضو. انت اللي تسال بقى. انا سالت المره اللي فاتت. ماشي هسالك اهو. هل المصارع بتاع شعره قصير؟ اه. ماشي الاجابه ما فادتنيش في اي حاجه. كلهم شعرهم قصير غالبا يعني. ماشي المصارع ده كله باين في الصوره؟ جسمه كله يعني ولا ولا مثلا نص وربع وكده يعني؟ لا يعني لا مش كله باين يعني من عند الصدر كده. صدره باين. لو هتقول صدره باين صدره باين ومفيش حاجه مغطيه عليه يعني. بص ده مدي لك هنت وعامل معاك الواجه يعني مش حاط ايده مثلا او كده. هل المصارع بتاعك عنده دقن؟ لا املس. اوكي حلو ده قوي. حلو أيه. المصارع ده عامل وش؟ لا مش عامل وش. ماشي كده سهلت عليا حاجات كتيره دي. ما سالناش الخلفيات خالص. طب هل المصارع بتاعك خلفيته صفرة؟ اوكي. المصارع ده شعره طويل؟ شعره طويل؟ لا مش شعره طويل. طبعا هو شايل لقب. شايل لقب. اوكي برضه ما فاتنيش في حاجه. في اتنين كده برضه. اوكي ماشي يلا اسال. عايز اسال. المصارع ده لابس تيشيرت؟ لابس تيشيرت. هل شعره صبغه صبغه ابيض؟ لا. ماشي حلو. اسال عشان انا اجاوب. جون سين؟ لا. مش جون سين. ازاي بس؟ لا مش جون سين. لا بس هو لابس تيشيرت. هو الواحد. لا مش تيشيرت يعني. لابس حاجه. لابس حاجه. انت اتلخبطت بين دي ودي. تيشيرت بس. لا معلش. لا انا افتكرت ان انت. انا قلت تيشيرت. لا هو لابس. بس انا سالتك في الاول صدره باين فعايز اتاكد بس. ما هو صدره باين. بص عشان انا لخبطتك ليك اجابه ثانيه او سؤال. اسال عشان انت قلت جون سين. اسال. ماشي. شفت الخلفيه بتاعته صفرة؟ راجل كريم. خلفية بتاعت صفر. عايز تهبط كمان. ماشي. اهبط برضه. عايز يتفضل يتفضل. لا يا عم قول بس كده. حلو. طيب بس كده حلو. انا كده. هل المصارع بتاعك ماسك حزام الكرات؟ ايه ماسك حزام الكرات؟ انا ههبط. ايوه ماشي.
اوكي انا كده ايه بد عشان انا عرفته انا عارفه خلاص انت عرفته هو مفيش غير واحد اصلا املس وماسك لقب قارات مفيش غير يعني حتى دين امبروز طيب. لا عنده ده يا حبيبي هو مفيش غير ثلاثه لابسين حاجه اندريز جاينت وفيدر وبيك شو اقول لك على هنت كمان لابس حمالات يا عم الثلاثة لابسين اصلا ماشي بس انت سالت انت قلت لي الخلفيه بتاعته صفرة صح صفرة اه قلت لك صفر صفر وشعره عندك قصير خالص قصير قصير فيدر ايه فيدر قلت فيدر طب يعني ليه مش اندريزا بالله عليك بالله عليك يعني اشرح لي ليه مش اندريزا انا عايز اعرف انا عايز اعرف اصل دي حمالتين كاملين يا عم ايه حمالات ما هو لابس حمالات الراجل مش معنى يعني ايه اللوجيك ده يا عم ايه المنطق ده يا عم ليه مش اندريزا انا عايزك تشرح لي دلوقتي ليه مش اندريزا جاين معلش انا عايز اعرف بس انت قلت شعر قصير فما فيش اقصر واحد غيرهم غير فيدر اه برضه شعره قصير اقصر واحد لا بس ده اقصر فيدر اقصر ده اقرع هو حظك هو حظك اقرع هو حظك حلو الصراحه انت طبعا جونتر يعني اكيد ايش اه جونتر لسه مكملين الحلقه شكلها مطوله ماشي يلا بيش. اختار ماشي وانا كمان اختار برده المتابعين يختاروا معانا مش هزر المصارعين دلوقتي فاختاروا برده معانا المصارع ده خلفيته برطاني آه لا ماشي هل المصارع بتاعك مش شايل لقب مش شايل معوش اه معوش لقب ماشي معوش اوكي المصارع ده وزن تقيل لا هل المصارع خلفيته برتقاني لا اوكي مختار نفس المصارع ولا ايه طب انت المصارع بتاعك مقنع اه استنى كده مفيش غير اتنين مقنعين ماشي كده انا تقريبا عرفته اه تقريبا ايه بقى يا اسطى ايه هابت ايه يا عم هابت ايه ده في كتير قوي يعني احاول يجي معايا بقى المصارع بتاعك بص يعني هبدها وان شاء الله خير المصارع بتاعك بروك ليزنر بالله عليك قول لي صح ايه بالله عليك قول لي صح بروك ليزنر ايه جي جي استنى جي جي استنى بس جي جي والله ربنا نصر دي لا 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 دي جامده يا ابني راجع نفسك لا لا هو 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 هو, هو الحمد لله لا لا ازاي طيب عرفت ازاي طيب ما اعرفش بقول لك انا هبت هب يعني عندك في فيدر في اندريز جاينت بروك ليزنر عندك كتير خلفيتهم صفرة اه انت ازاي ليه والله ما اعرف والله بجد ما اعرفش الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا نصرني كنت لسه هتقول ريمستيريو اكيد صح جي جي الحمد لله اي والله كنت الحمد لله كنت والله اديك مرتين تخمن والله لا لا عشان كنت هبدا اقول لك ريمستيريو الحمد لله جبتها يا باشا جي جي الحمد لله لا لسه 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 مكملين لازم اكسب واحده كمان عشان اكسب ما هو لازم نفرق باتنين انا اخترت وانا اخترت ماشي ابدا انت بقى الاسئله المصارع بتاعك ماسك لقب لا مش ماشي المصارع بتاعك خلفيته برتقاني لا المصارع بتاعك عامل وشم عامل وشم اه المصارع بتاعك هيفي ويت لا المصارع بتاعك ثانيه كده راجع نفسي اه خلفيته صفرة لا خلفيته مش صفرة حلو قوي حلو قوي قوي اكيد حلو قوي ماشي انا لسه تايه لسه طيب. لا لسه تايه يا رب يا رب تظبط زي المره اللي فاتت كده ولا حاجه هل المصارع بتاعك لابس كاب لا ما فيش غيره اصلا ما فيش غيره صح على رايك المصارع بتاعك يبدا يرمي اكيد صدره باين اسامي صدره باين كله ولا يعني مش كامل مثلا بطنه باينه تقصد ولا صدره يعني ما انت يعني وضح لي صدره لا مش كله حلو قوي ما انت تعرف عرفته خلاص اكيد صح غير واحد تقريبا واحد تقريبا او اتنين لا واحد تقريبا ايه تقريبا فاز بلقب افتكر معايا افتكر اه فاز دبليو دبليو اي تشامبيون وعمل فتره عمل فتره طويله لسه خلصانه من قريب تقريبا انت فضيت اسف نكسب طب عايزين نقفل الحلقه طب بس الحلقه تطول كده اختار لا هطول بص هديك مرتين خمن فيهم مرتين مش هخمن انا المشكله ان انا تايه انت يعني قلت لك خلفيته برتقاني او صفرة قلت لي لا برتقاني و قلت لك صفرة اصلا ماشي ده صفر انا كل ده بقى محتاس ماشي صفرة ومعاه لقب قلت لي لا انا ما سالتكش سؤال قلت لي ماشي طيب انا ههبد هل يا ترى ممكن يعني لعل وعسى انت مختار اللي نهى خمن انا مديك مرتين تخمن لا انا ههبدها وخلاص مديك مرتين تخمن لا ههبدها زي ما تيجي ماشي هل يا ترى على العموم هو مش كودي ماشي
انت في سكوت سبتني كنت هقول. طب قول خمن المرة دي. ايه بده المرة دين امبروز. ايه لا ما تقولش ان هو صح بالله عليك ما تقولش النبي عليك ما تقولش بالله عليك صح ها صح 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 والله كنت محتار بينه وبين تريبل اتش. طب ازاي؟ لا لا مش عارف انا مهكر. لا انا مهكر اللي انا مهكرها بقول لك اسمع مني. يا ريتني كنت قلت رومان يا جدع. انا مهكرها اسمع مني. كنت قلت رومان. كنا قفلنا الحلقه يا باشا. انا خلاص قفلنا الحلقه كده معلش فرق اتنين ليا يا باشا. الحمد لله ارد لك ارد لك تعبت معانا نبيل طبعا والله. انتوا هتقولوا لي ان انا بغش وان انا بعمل الحاجات لا الحمد لله لا لا والله ربي. والله ابدا عشان النهارده الجمعه بس ايوه والواحد ربنا كرمه لا لا ما اعرفش انا جبت اخر اتنين دول ازاي ما اعرفش انت عبدت صح الصراحه ده الاثنين هبدايه رهيبه ارد لك انت برو ارد لك هارد لك انت برو عاش يا غالي. لا بصراحه كانت انا سعيد جدا والله بمشاركتي معاك في الفيديو ده يا باشا مش اول مش جداً اخر جداً مره انت ممكن تيجي تاني يعني ان شاء الله ان شاء الله جايات كتيره ممكن تلعب معانا 2K بقى لو انت ليك فيها فنلعب برضه تاك تيم كده نشوف اي حاجه نظبط الدنيا كده وان شاء الله باذن الله باذن الله. بس يا رجاله طبعا اتشرفت بيك جدا لسه بوجودك يعني اكيد وانزلوا اشتركوا في قناته لازم تشترك في قناته وبس كان معاكم محمد نبيل وشداد ومع السلامه.